وفي كمان تقليد عندنا في العراق تقريبا، مش كل العوائل بتعمله لكن في بيعملوه، انه في ليله راس السنه قبل ما تحصل الساعه 12 بيلموا كل الازايز اللي عندهم في البيت المفطوره والمتكسره ويطلعوا يكسروها في اي حته مع الساعه 12. كل هموم السنه وشر السنه وحاجات كلها راح. يلا باي. كتقليد يعني. يعني احنا ننصح مواليد شهر 5 ان هم اي حاجه مكسوره عندهم في البيت، اي حاجه عايزه تتصلح، يا يصلحوها يا يرموها علشان تاخد الطاقه السلبيه وتطلع بره البيت. بالظبط. وصلنا لشهر 6، هندخل شهر 6 الجوزاء والسرطان. الجوزاء والسرطان. سبحان الله. سرطان برج طيب فهتلاقيه ملزق شويه. الجوزاء بيت. مواليد شهر 6 بصوره عامه، بصوره عامه كانوا مستنيين حاجات ومستنيين امال ومستنيين امور معينه تحصل من حوالي تقريبا سنه او سنتين، لكن كل حاجه واقفه كانت ولسه موجوده ليهم الحاجات دي. ان شاء الله هيحققوا قسم منها في عام 2023 ان شاء الله. عندهم انتظار التسع شهور الاولى من السنه بالنسبه ليهم، يعني من 1/1 لغايه 1/9 او 1/10. التسع شهور دول هيكون في جهد مضاعف، جهد مبذول عشان يحققوا كل الاهداف اللي عايزينها، وكمان هيحصلوا على حاجات وعوائد ماديه جميله جدا لو انه ركزوا في الجهد ده بالذات. عمل، دراسه، امور عاطفيه، ايا كانت. نيجي على الكارت ده. الكارت ده دايما يعني بيرمز للحيره. هتكون عندهم حيره ما بين البقاء في مكان معين او الانتقال لمكان ثاني، ما بين شقه او بيت، ما بين قطعه ارض او عربيه، ما بين شغل في الحته الفلانيه او في الحته الفلانيه. هتبقى الحيره دي موجوده، مش كويسه بس موجوده معاهم طول 2023. الحيره متعبه شوي. بيشوفوا هم قلبهم هيميل مع ايه. ومعظمهم هيكون في عندهم مساعده. مواليد برج السرطان هيكون عندهم مساعده كبيره من مواليد الابراج المائيه، الحوت والعقرب والابراج الترابيه اللي هي الجدي. هيساعدوهم يعني في حياتهم؟ والعذراء، مساعده ليهم هتبقى، الناس دول هيدعموهم اكتر. يعني نصيحتنا ليهم استخير واستشير. بالظبط، بالظبط كده. بس عندهم فرص جميله جدا، بس مطلوب جهد. شوف هي سنه 23 بصوره عامه، بصوره عامه 23 هي اعتبرها انا سنه واعده، وانا هسميها دلوقتي حالا سنه الكارما. الكارما ليه سنه الله. الكارما كل الحاجات اللي حصلت لنا سيئه بسبب اشخاص، كل الله. القرارات اللي احنا خدناها بسبب سوء تقدير مننا هندفع ثمنه في 23. لو احنا واخدين قرار سيء، لو احنا مأذين حد، لو احنا سارقين من حد جهده، لو احنا عاملين اي حاجه سيئه لحد، هيجي العقاب في 2023. يعني لو اللي عمل حاجه بالظبط هتيجي عليه. لا لو احنا صحيح. لو احنا مساعدين الناس حتى لو كانوا سيئين معانا، لو احنا مدين عندنا قدره على العطاء، كانت لو ان صبرنا كتير في 2022 هتيجي الوعود وهتيجي الهدايا وهتيجي الحاجات الجميله في 23. يا رب. الجزاء، القصاص، الحساب، كله بحسابه. يعني حتى الحلو زي ما الوحش بترد، الحلو برضه بالظبط كله أنا بحسابه. انا مبسوطه بدي، انا دي اهم حاجه عندي. بالظبط. وصلنا على شهر 7. شهر 8 شهر 7. شهر 7 دلوقتي. 7 مش اخذنا شهر 7 ولا 6، شهر 7 اشتغلنا على 6 دلوقتي نشتغل 7. كان كنا عند الجوزاء والسرطان. ايوه. 1 2 لا واو شكله حلو شهر 7. اي طبعا، لانه شهر 7 في اسد وفي سرطان. صح. طيب احنا عندنا هنا 3 كروت، واحده فيها اسد فعلا، واحده فيها شمس، واحده فيها كوبايات فيها زي الانتصار كده. طيب هنا عندنا السرطان او مواليد شهر 7 بصوره عامه سواء كانوا اسد او سرطان، عندهم حتكون مساعدات قيمه جدا من اشخاص ذو يعني نفوذ. نفوذ عندهم نفوذ، يعني لو عنده واسطه من حد، لو عايز مساعده من حد، لو عايز يقدم على موضوع معين، هيشوف الامور تمشي بسهوله اكتر من السنوات اللي فاتت. يعني يتشجع، هتتسهل، هتتسهل. بنقول على الحاجه بص هي بتجري بتجري بتجي لك. بالظبط. هيكون ده الشعار يعني. عندهم ان شاء الله، وهتكون مساعدات من ناس مرموقين جدا وعندهم نفوذ ان شاء الله. ان شاء الله في منتصف السنه عندهم حاله من الاشعاع، حالة من التألق، حالة من الاستراحة، يعني تعبنا كتير، خلينا شوية بس نستريح اسبوعين ثلاثة، نقعد نفكر هنعمل ايه، نقعد نخطط هنعمل ايه، نقعد نشوف نتائج اللي عملناه ايه كده.
وعندهم برضو صعود حلو، عندهم صعود حلو مواليد شهر سبعة. وسبحان الله بقى في كارت ظهر برقم سبعة. سبحان الله. وسبع كؤوس موجودة، سبع جوائز، سبع حاجات، سبع أمور، سبع أمنيات، سبع أحلام إن شاء الله تكون متحققة جميعا. لا ده شهر سبعة أحلى شهر لغاية دلوقتي. صح يا بختك يا شهر سبعة. أنا ما بقرش، أنا بحسد بس. فيعني تقريبا إن شاء الله عندهم أخبار كويسة، لأن هم برضو كان عندهم معاناة كتير. الأسد عانى كتير برضو في 2022. صح. كانت معاناته كبيرة جدا يعني، وكان عنده كتير من الطعنات، كتير من الطعنات في الظهر كانت. وصلنا لأي شهر؟ شهر 8. دلوقتي داخلين على 8 بقى. تمام 8 عندنا العذراء والأسد. واحد اثنين ثلاثة، في جواز وفي علاقة حب وفي خطوبة. يلا ألف مبروك مقدمة. وفي خناقات وهنصالح تاني. طب والمتجوزين يعملوا إيه؟ المتجوزين هيتخانقوا ويصالحوا تاني. موجود لنا إن شاء الله في حاجات حلوة قوي، بس في أول السنة في عندنا شوية ندم. ندم شوية ندم. مواليد شهر 8 في أول السنة، أول أسبوعين ثلاث أسابيع عندنا حالة ندم شوية، حالتنا النفسية هتبقى شوية تعبانة، ده أمر طبيعي. تمام. عشان الشيفتنج بتاعت السنة الجديدة على السنة الـ 23، فهتكون شوية عندنا حالة ندم وتعب وأرهاق شوية بس. لغاية تقريبا 20-25-1 بعد كده تبتدي الأمور تتحسن نحو الأفضل إن شاء الله. اللي عازب هيتجوز أو هيخطب، اللي متجوز ممكن يجوله أطفال، اللي عنده بنت أو ولد ممكن يجوزه. يعني في تحسن وصعود للعلاقات الاجتماعية بشكل عام. كويس. في تحسن وصعود للعلاقات الاجتماعية بشكل عام. وعندهم إن شاء الله سبع شهور الأولى من السنة فيها شغل كتير وفيها مجهود كتير، بس يحاولوا إنه شايفة مواليد شهر 8 كده سواء كانوا أسد أو عذراء عندهم حالة الإيجو، أنا وبس، أنا الأسد وأنا الملك وأنا ما أعرفش إيه وأنا ومن بعد الطوفان وما بهتمش. هو على فكرة مش كده، هو على فكرة مش كده. الأسد من جواه يا عزيزة، الأسد من جواه طيب جدا بس يحاول يغطي. أستاذة عزيزة رئيس تحرير البرنامج على فكرة هي أسد وقاعدة سامعة الكلام ده. كفاية بقى، خفي بقى شوية الإيجو. هو هيخف وهيخف مش بإيده يعني. فهم عندهم الحالة دي يعني نوع من الزهو ونوع من الكبرياء، مش حالة مرضية يعني ولا بس بيعرفوش يتكسروا قدام. بس الناس يعني بتفهمهم بصورة غلط. في ده بيقول لك إيه هو شايف نفسه على إيه يعني في إيه، لكن لما نيجي نتعرف عليه هنشوفه طيب جدا وكريم جدا وبكلمتين يضحك عليه. دي حقيقة. كلمتين فعلا. مش ثلاثة، كلمتين بيطلع يطلع ينزل على ما فيش. بالظبط. فعندهم إن شاء الله فرص كويسة بشرط استغلال إنه ما يبقاش عندهم إيجو عالي. يبقوا متواضعين، يسمعوا يتكلموا ويسمعوا كمان، فتبتدي الأمور هيشوفوا مساعدات كتيرة من أصحابهم وأصدقائهم. حلو. وعندهم إن شاء الله إنجازات كتيرة جدا. هو على فكرة القوي دايما بيكون متواضع. ممكن دايما يكون من مصدر قوة يعني إن هو يعني ممكن يكون قوي أو واصل فبيكون متواضع. وفي ناس لا تبقى شوية يعني عندها نوع من الغطرسة. هو في الأغلب بيبقى مش عايز يثبت إن أنا قوي أو أنا كذا. بالضبط. أو كذا فبيحاول يتواضع أكتر. تمام تمام. شهر وصلنا لشهر تسعة سبتمبر. ماما كيزو بقى يا مواليد شهر تسعة. اثنين شكله شهر مليء بالخير إن شاء الله. واو. لا 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 لا. شهر سبتمبر ده جميل. لا 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 لا. إيه عدى شهر سبعة كمان؟ كله فلوس ما شاء الله. طب احنا محتاجين نصاحب شهر تسعة. كل فلوس. مين اللي عنده صديق من شهر تسعة بدايته ونهايته؟ أخوه، أخته، والدته عندهم فلوس. علا قربي من مامتك الفترة. والله مامتي تستاهل كل خير بجد، طيبة جدا. عندهم جدا إن شاء الله هتكون عندهم مكافآت كبيرة، بس برضو هيصرفوا، هيطلعوا جزء كبير من الفلوس دي على حاجة. عربية، قطعة أرض، عقار، مشروع. بقى لهم فترة بيفكروا فيه. للي عنده طبعا مبلغ هيطلع قسم كبير منه هيستثمره. من شهر واحد لو هيبتدي ده على شهر سبعة هياخد نتائج كويسة جدا. حلو. هياخد نتائج كويسة جدا إن شاء الله. بصورة عامة مطلوب منهم برضو شغل وتركيز واهتمام بالتفاصيل أكتر. هم عادة بيكونوا منتقدين وبيهتموا بالتفاصيل كتير كتير يعني، بس محتاجين انه يركزوا شوية وركزوا في شغلهم بس، ما لهمش دعوة بشغل غيرهم. عارفة واحد بيكون عنده حرص شوية انه عايز
عايز انت تشتغل ازاي؟ طب اعمل دي احسن كده، اعمل دي تفاصيل. لا خليك في حالك، خليك في حالك، انت ركز على نفسك وان شاء الله تمشي الامور بالنسبه لهم كويسه. لغايه دلوقتي تقريبا افضل واهم حاجه الفلوس طبعا.